رجعنا لحضراتكم بقى عشان نبدا اخبارنا. وزي ما سنه 2023 بدات بظهور الاهلي للمره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه، انتهت كمان بظهور الاهلي للمره التاسعه في تاريخه والرابعه على التوالي في النسخه الاخيره من كاس العالم بالنظام اللي احنا متعودين عليه. ده خلاص انتهى. سنه 2025 بقى هتبقى بطوله كبرى مكونه من 32 فريق، وكمان ربنا كرمنا واخدنا ميداليه جديده تضاف لانجازات النادي الاهلي، وخصنا الحمد لله رب العالمين بتتويج كمان بكاس السوبر المصري للانديه الابطال في اول نسخه بالنظام الجديد، وكانت سنه اهلاويه تاريخيه من بدايتها لنهايتها. لكن النجاح ده مش بيجي بالصدفه. النجاح الاهلي في سنه 2023 هو استمرار للنجاحات الاعوام السابقه، واستمرار لنجاح سياسه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره طبعا كابتن محمود الخطيب. ولو نفتكر مع بعض نهايه 2022 كابتن محمود الخطيب قال كلمته التاريخيه في طبعا حفله الاهلي الاستثنائي، لما قال ان اللي جاي اصعب بكتير، وان الاهلي دايما محتاج لجمهوره، الجمهور اللي بيعيش سنوات من الفرحه مع انتصارات الاهلي، ومش بس في كره القدم بالمناسبه، يعني انتصارات الاهلي المستمره والمتواصله في كل الالعاب وتحت قياده الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بيعيش انجازات غير مسبوقه على كل الاصعده، مش بس على فكره على الصعيد الرياضي والبطولات والكلام ده، لا، الوصول للعالميه في كل الالعاب في مختلف الالعاب، لا كمان على الصعيد الإداري وعلى التسويقي وعلى العمراني. بنشوف فروع جديدة للنادي الأهلي، بنشوف نجاح تسويقي في الرعاية، بنشوف ميزانية هي الأضخم في تاريخ كل المؤسسات الرياضية في مصر، بنشوف نجاح حقيقي مش كلام. الأهلي طول عمره مش بتاع كلام، الأهلي له تقاليد ومبادئ جيل بيسلمها الجيل. بنشوف كمان كل الأحداث اللي تخص النادي الأهلي، إزاي الرموز بتحترم بعضها، إزاي الأهلي بيحترم وبيكرم أبنائه، إزاي الأهلي بيدي صورة مشرفة للرياضة المصرية. هو ده النجاح الحقيقي. سنة أهلاوية سعيدة، كل النجاح فيها مش بس المجلس إدارة النادي الأهلي ولا اللاعبين في كل اللعبات، لا كمان لجمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي كان ورا فرقة النادي الأهلي ورا فرق الرياضية كمان كلها مش كرة بس، في كل القارات، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا. شفنا جمهور الأهلي في على مدار سنة 2023 في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في معسكر الأهلي في النمسا، حتى في رواندا، حتى في الكونغو، ورا كل فرق النادي الأهلي من سلة اليد الطايرة وطبعا فريق كرة القدم. ومن هنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج 7 دي سبورت لازم أقول لجمهور الأهلي شكرا، شكرا على دعمكم المستمر والدائم للنادي الأهلي في كل مكان في العالم. احنا بنفتخر بجمهور النادي الأهلي زي ما بنفتخر بالإنجازات اللي بيعملها النادي الأهلي وأساطيره، كمان بنفتخر بنجومه وجمهور النادي الأهلي. زي ما بنقول شكرا لجمهور النادي الأهلي، بنقول شكرا للجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي اختارت ووثقت في مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. وكمان بنقول شكرا لكل موظف وكل عامل وكل إداري في النادي الأهلي، لكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في النادي، لكل واحد بذل مجهود عشان نشوف النادي الأهلي في قمة نجاحه. ده كان شكر واجب الحقيقة. يعني قبل ما نبدأ نتكلم بقى في تفاصيل باقي تفاصيل حلقتنا، يعني النادي الأهلي عمل إنجازات كتير خلال 23، إنجازات مهمة حافظ على الصورة بتاعة النادي الأهلي قدام العالم كله. تخيلوا ان كل الالعاب الجماعيه طايره، يد، قدم، هاندبول، فولي، كل الالعاب الجماعيه وصلت لكاس العالم. ده انجاز اظن يعني مفيش نادي في العالم قدر يوصل له. تعالوا بقى نخش في الموضوع الاهم، التقرير اللي بتحطه الفيفا للمباريات، انجازات 23. طيب تعالوا نروح بقى نشوف تقرير عن انجازات الاهلي في 23 ونرجع نكمل كلامنا عشان عندنا انفراد زي ما قلنا لحضراتكم في اول الحلقه في العناوين. نشوف التقرير ده ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. أسدل المارد الأحمر الستار على عام 2023 بنجاح كاسح، ذلك العام الذي كان حافلا بالتحديات والصعوبات محليا وقاريا وعالميا. عام استثنائي وأحد أفضل الأعوام الناجحة في تاريخ القلعة الحمراء من خلال حصد الألقاب والإنجازات والنجاحات والظهور على منصات التتويج في كافة ألعابه الرياضية. اختتم المارد الأحمر عامه الناجح بعد أن تمكن فريق كرة القدم من إضافة 5 كؤوس وميدالية برونزية لمونديال الأندية إلى دولاب بطولاته تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري مارسيل كولر، بينما حققت الألعاب الجماعية في القلعة الحمراء 22 بطولة توجت بلقبها وزينت بها دولاب البطولات التي لا تعد ولا تحصى، وذلك في بطولات متنوعة في الألعاب الجماعية والفردية للرجال والسيدات، وهو الأمر الذي لم يحدث لأي ناد في العالم سوى في نادي القرن الإفريقي. على الجانب الإداري واصلت القلعة الحمراء هيمنتها على لقب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم،
ولعل الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط خير دليل على تميز القلعة الحمراء في كافة المستويات. ففي القلعة الحمراء تجد منظومة رياضية متكاملة تعمل بجد ومثابرة، لا تجد فيها ثغرة دون دراسة، نظام وإدارة وسلاسة واحترام متبادل بين الجميع، وعمل في صمت وسعي للتطور والتوسع العمراني وطفرة إنشائية في كافة المقرات، إضافة لفتح مقر القاهرة الجديدة والبدء في إنشاء المقر الخامس بمدينة العلمين الجديدة، إضافة للبطولات والإنجازات للفرق الرياضية كافة. النادي الأهلي مؤسسة وطنية يعمل رجالها في صمت، منظومة إدارية ناجحة بدءا من رئيس مجلس إدارتها الكابتن محمود الخطيب الذي نجح في تدوين اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، لاعبا ورئيسا للنادي ومعه مجلسه وكل من ينتمي إلى العمل الإداري في القلعة الحمراء. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير وزي ما قلت لكم في أول الحلقة، إنجازات النادي الأهلي مش رياضية بس، احنا الحمد لله رب العالمين النادي الأهلي في نعمة كبيرة جدا وفي زخم من النعم بالإنجازات اللي احنا فيها دي، إنجازات إنشائية، إنجازات رياضية، إنجازات استثمارية، إنجازات تسويقية، وإن انت تسوق براند نيم هو الأهم في الشرق الأوسط وفي أفريقيا ده مش شيء عادي، تسوقه ويبقى الأعلى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط ويجي لك العوائد اللي بتيجي دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا، نتمنى استمرارها، وهم أجيال بيسلموا أجيال وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي.